الرأي الحر اليوم رح بيكون للصحفية ومسؤولة الإعلام بوزارة الدولة لشؤون النازحين مي صايغ. مي صباح الخير، أهلا وسهلا فيك عبر راديو MBS. صباح الخير سترين لك ولمستمعيني. شكرا. اليوم حبينا ناخد رأيك اللي منحب أنك تقولي لنا إياه بكل حرية حول موضوع عودة ملف النازحين السوريين إلى الواجهة. شو عنا نقول حول هذا الموضوع مي؟ صراحة هو سترين موضوع النازحين السوريين وعودتهم قبل الانتخابات النيابية وبعد الانتخابات النيابية كان هو أبرز المواضيع المطروحة للنقاش. نعم. ولكن اليوم في تطور لافت تمثل بالمبادرة الروسية اللي دعت إلى تشكيل لجان بين لبنان والأردن وسوريا عبر روسيا لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. اليوم هيدي المبادرة هي مبادرة كتير مهمة وهي إنجاز دبلوماسي لروسيا ذات طابع إنساني، يعني روسيا من خلال تدخلها بسوريا من 2015 لليوم حققت انتصار عسكري لمصلحة النظام السوري، فهي اليوم عم تحاول ترجم هيدا الانتصار العسكري بمبادرة دبلوماسية لعودة النازحين السوريين. ولكن رغم ترحيب لبنان والتفاؤل اللبناني بنجاح المبادرة الروسية اللي انعكست سواء بتصريحات الرئيس ميشيل عون او كمان موقف الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف، وهو كان سبق للتذكير انه عمل على إثارة الموضوع مع القيادة الروسية مع الرئيس بوتين بأيلول الماضي وبحزيران الماضي لمساعدة روسيا بإعادة النازحين كون الطرف الوحيد اللي بتملك يعني علاقات جيدة مع النظام السوري وقادرة أنه تأمن ضمانات تحمي النازحين وتكون عودتهم آمنة وكريمة إلى سوريا. ولكن هيدي المبادرة اليوم مثل ما قلت أنه رغم أهميتها ولكن هي بتواجه تعقيدات كتير كبيرة. يعني على الصعيد التقني في تصديق أوراق الولادات السورية بلبنان والشهادات الجامعية، يعني هيدا اللافت أنه وزارة الدولة لشؤون النازحين من خلال الوزير معين المرعبي سعت لوضع مسودة سياسة عامة للملف النزوح السوري بلبنان. وكان من أبرز الأشياء اللي طالبت فيها تسجيل الولادات وتصديق كل الأوراق التبوتية للنازحين، لأنه وقتها بدأ تصير العودة تنوضع على السكة لتكون هيدي كل الأمور اللوجستية من أمنها. لكن للأسف التعقيدات اللي صارت بالحكومة والخلافات داخل مجلس الوزراء ولا سيما من خلال وزير الخارجية جبران باسيل اللي حاول تعقيد هيدي الخطة وحاول طرح ورقة مختلفة عن السياسة العامة اللي طرحتها وزارة الدولة شؤون النازحين هو اللي أخر هيدا الشيء. هيدا لبنان اليوم عم يتلقف هيدي المبادرة ولكن نحن في عمل كان لازم ننجزه وللأسف تأخرنا فيه بسبب الخلافات السياسية. يعني اليوم الهدف الأساس كان أنه بس تنطرح الخطة نحن نكون جاهزين كليا، ولكن اللي صار بموضوع أزمة النزوح السوري الخلافات السياسية داخل مجلس الوزراء وعدم إقرار السياسة العامة رح يعني تخلي اللجنة اللي رح تشكل الروسية اللبنانية تواجه يعني عقبات لوجستية. نعم. طب ما هي هيدي المبادرة الروسية هي بتخدم لبنان، خدمة للبنان ولا خدمة للسوريين؟ أكيد بتخدم لبنان وبتخدم النازحين السوريين، لأنه لبنان اليوم مثل ما حضرتك بتعرف أنه صرنا 7 سنوات من الأزمة في ضغط كتير كبير على البنى التحتية، ضغط على فرص العمل، في كتير نداءات من اللبنانيين أنه عم يخسروا فرص عملهم وأنه الضغط على الخدمات العامة خصوصا لموضوع المياه والكهرباء صار في كتير ضغط على لبنان. أكيد هيدا بتخدم لبنان بهالوقت أنه تتخفف هيدا الأعباء اللي موجودة على لبنان وعلى المجتمعات المضيفة، بذات الوقت بتخدم النازح السوري هو اللي تهجر من بلده وما عم بيعيش بلبنان بشقة فخمة أو بعيشة لائقة وكريمة. غريبية النازحين السوريين المنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية بمخيمات عشوائية بظروف كتير صعبة لجهة توفير الخدمات الأساسية لألون، وبتعرف هلأ إن كان بالصيف أو بالشتاء هن عم بيواجهوا كتير يعني عوامل الطبيعة القاسية. نعم صحيح. نعم. صحيح. نعم. طيب برأيك أنه توقيت اليوم كمان له مصلحة لجهة معينة؟ أكيد روسيا مثل ما قلت أنه هي رح تحاول تسجل إنجاز دبلوماسي، لأنه إذا منشوف الوقائع على الأرض الميدانية
هي ساهمت تدخل روسيا بترجيح يعني كفة النظام السوري وتقدمه وانتصاره عسكريا، لكن روسيا واجهت عقبات انه هذا الانتصار العسكري ما عم تقدر تترجمه دبلوماسيا بمسار جنيف. هي خلقت مسار موازي بأستانا، واليوم كمان في عنا اجتماعات لمسار أستانا بس عم تنعقد اليوم بسوتشي. فروسيا حاولت ترجمة هذا الانتصار العسكري بالمسار السياسي، ولكن واجهت ممانعة من أمريكا ومن أوروبا، لأنهم بيعتبروا الحل عودة النازحين هي مرتبطة بالحل السياسي، وحتى اليوم لا حل سياسي بسوريا. فأجت اليوم روسيا تقول أنه أنا رح ساعد الدول الأوروبية وأمريكا، لأن كلهم تعرفي عندهم مشاكل بدولهم من أزمة اللجوء السوري. نعم. فطرحت هيدي المبادرة لأن هي شافت الضغوطات الموجودة على الساحة الأوروبية والغربية، أنه أنا طرحت لكم مبادرة لإعادة النازحين السوريين، فأنتوا مدعوين للمشاركة بإعادة إعمار سوريا. ولكن نحن بنشوف أنه كل المواقف الدورية قبل الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا شددوا على أنه إعادة الإعمار سوف تكون مرتبطة بعملية انتقال سياسي. فهيدا اليوم كمان تحدي أنه هل هالدول الأوروبية والغربية رح تقبل تمويل هيدي المراكز اللي تتحدث عنها روسيا لإيواء النازحين طالما ما في انتقال سياسي بسوريا حتى الساعة؟ نعم. طيب برأيك ما هي رحلة العودة؟ نعم. كانت رحلة خجولة ولا راحت هيك؟ لحد هلأ يعني بعد الأرقام خجولة. نعم. طبيعي في كل يوم عم بنشهد عودة المئات من اللاجئين السوريين إلى قراهم، لأن هن بيعتبروا أنه مطرحهم الأساسي هن يرجعوا لدولتهم ويرجعوا بناء حياتهم من جديد. ولكن هيدا العودة الخجولة اللي عم نشوفها هي نتيجة تشتت المبادرات بلبنان. يعني كان في وزارة هي معنية بهيدا الموضوع، وزارة الدولة لشؤون النازحين، في لجنة توجيهية عليا لأزمة النزوح السوري هي اللي كان مفروض تتولى هالملف، ولكن بسبب الخلافات السياسية شاهدنا أنه طيار الوطن الحر برئاسة الوزير جبران بس يطرح مبادرة للعودة، مع أنه هيدا لازم تكون مهمة الدولة اللبنانية وليس الأحزاب. وكمان بسياق متصل شفنا مبادرة لحزب الله. فوقتها بيصير عندك تعدد المبادرات، ما بي عندك طرف واحد ضامن للعودة، هذا بيعقد العودة أكثر ما أنه نحن منشوفها أنه وقتها بتكون منظمة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، هذا بيعطي مثل ضمانات أكثر للاجئين. يعني كيف لافت صراحة بين المطار مجلس المطار الموارنة اللي قال انه الحكومة اللبنانية ما بتقدر منفردا تحل هيدا الملف كبير، يعني لازم تنسيق مع الامم المتحدة مع الدول المانحة لنضمن انه هيدا العودة تكون كريمة ومستدامة، يعني ما نخلي يصير اعداد تذهب الى سوريا وبعد فترة قليلة نرجع نشوف عودة الى لبنان. اليوم كمان قرينا على بعض هيك المواقع الإلكترونية بعض العناوين أنه اليوم كمان رح بيكون في كمان عدد كتير كبير من السوريين رح كمان يغادر الأراضي اللبنانية صوب بلده. نعم، هو دجال الأمن العام قدم لوائح الحكومة السورية وعم بتابع يعني خطوات الأمن العام مستمرة. نعم. ولكن هو المطلوب كلبنان كدولة أنه يكون في سياسة موحدة. لا شك أنه الجهود اللي عم بيقوم فيها المدير العام للأمن العام هي جهود يعني لقيت استحسان من كل اللبنانيين وترحيب من الرؤساء الثلاثة وتكليف منهم. نعم. ولكن كان المفروض أنه تتم هيدي العملية عبر الحكومة اللبنانية ويكون عندها سياسة موحدة تجاه هيدا الملف. اليوم رغم كل الحديث اللي عم ينحكى أنه صحيح عم بيصير في عودة، ولكن هيدي العودة بعد حتى اللاجئين يعني من خلال زياراتنا على الميدان عم نشوف أنه هن ما عندهم معلومات أو معطيات كافية لوين هن راجعين. فهن وقتها بيكون في مثل خطة واضحة هن لوين رايحين على أي مناطقهم، لأنه بتعرفي التحديات الأثارة كمان القانون رقم 10، فهو في بعض اللاجئين تصادرت أملاكهم، يعني في كتير تعقيدات لوجستية في منهم ما عندهم منازلهم، ممكن حتى في منهم عدد كتير كبير منهم ما بده يرجع. نعم، هلأ في عدد ما بده يرجع لأنه في عنده مشاكل أمنية وقانونية في منهم ما بدهم، أو لأنه مأمن له كتير أشياء بلبنان. نعم، لأنه مأمن له الحد الأدنى من كل الأشياء. صراحة ستارين يعني أنا طرحت هذا السؤال على ممثلة المفوضية بلبنان. نعم. ست ميراي جيرار. وقلت لها في بعض شكاوى من اللبنانيين عم يحكوا عن أنه أنتوا عم تعطوا اللاجئين مثل انسنتف حوافز للبقاء بلبنان من خلال المساعدات اللي عم تقدموها. نعم. هي تحدثت انه نحن عم نعطي
مساعدات لتبقيهم على قيد الحياة، وهن طموحاتهم وأحلامهم واقعية، هن بدهم يرجعوا على بلدهم وعلى بيتهم. الأشياء اللي عم تنعطى يعني من خلال نحن زياراتنا بوزارة الدولة شؤون النازحين على المخيمات، نحن عم نشوف إنه مش كل العيال عم يتأمن لها مساعدات غذائية، ومش كل العيال عم بيكون عندها تغطية صحية. كل التغطيات الإنسانية والصحية عم تكون على مستوى على البيزك نيدز، الخدمات الأساسية. يعني ما بعتقد هيدا حوافز كافية للسوريين يبقوا بلبنان، لأنه بس تشوفي على الأرض وضعهم ومعاناتهم ومأساتهم وكل يعني الأجواء اللي عايشين فيها، هيدي ما بتبشر إنه هن عايشين عيشة كريمة بلبنان. بعتقد قد ما تكون صعوبة بده يعيش بخيمة بلبنان، بعتقد أفضل إنه يعيش ببلده بحد أدنى من مقومات العيش. حتى بيعتبروا إنه الطبابة بسوريا هي أوفر من لبنان، التأمين مستوى المعيشة كمان، هن بفضلوا يرجعوا على بلدهم لأنه هن تراكمت الديون عليهم بلبنان وما قادرين يجددوا إقامتهم. ففي كثير مشاكل عم توجههم بتخليهم إنه هن أكثر بدهم يرجعوا على بلدهم، وما بقى يستمروا بهالمأساة اللي عم بيعيشوها بلبنان. رغم بس السر الوحيد يعني تمسكهم بلبنان أو السبب الأساسي هو شعورهم بالأمان. يعني نحن من يومين كنا بمخيم بعكار، رغم كل سألته النائبة الفرنسية، رغم كل الأوضاع الصعبة اللي أنتوا عم تعيشوا فيها، أنتوا ليش باقيين بلبنان؟ قالوا نحن الشيء الوحيد بلبنان إنه الأمان، نحن ما عنا أمان ببلدنا، ما بنقدر نعود إذا ما كان في ضمانات أمنية. فبعتقد هذا الشيء السبب الأساسي اللي بخليهم يكونوا هون، وإن شاء الله المبادرة الروسية تقدر تأمن لهم ضمانات أمنية ليقدروا يعيشوا لبلدهم ويرجعوا لبلدهم ويساهموا بإعادة أعمارهم. كلمتك الأخيرة ما هي صايغ حول هذا الموضوع؟ يعني أنا بتمنى للنازحين السوريين عودة كريمة آمنة، وبقول كمان للمجتمعات اللبنانية المضيفة أنت تحملتوا كثير، بس كمان النازحين السوريين سبق وهن استقبلوا لاجئين ببلدهم، اللاجئين اللبنانيين بحرب تموت، فكانت الأزمة أكيد كثير صعبة. نحن ما بنحاول ننظر على اللبنانيين ونقول لهم أنه أنتوا هن تحملوا كثير عبء كثير كبير، ولكن هيدا أزمة إنسانية، ولبنان هو بيتمثل باحترام قانون الدولة الإنسانية وحقوق الإنسان. الأزمة كانت كبيرة علينا على اللبنانيين وعلى السوريين، وإن شاء الله أنه هلأ اليوم المفاوضات بسوتشي تحمل جديد بملف النازحين السوريين، ونشوف تحرك لمسار جنيف يأمن عودة آمنة وكريمة للنازحين وحل سياسي يوقف الحرب في سوريا. بدي أتشكرك كثير الصحفية والمسؤولة الإعلام بوزارة الدولة لشؤون النازحين ماي صايغ، شكرا لك وشكرا لانضمامك لنا اليوم. شكرا أهلا وسهلا فيك. شكرا.